الحمد لله دي بداية الدوري، أول مباراة بعد توقف حوالي شهر وخمس أيام. أول مباراة بنلعب مع النصر. عندنا السنة دي والحمد لله كنا ختمين الدور الأولاني أول، وختمين منطقة القاهرة أول. بالنسبة للمباراة دي هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، لأن احنا عندنا دوري مضغوط بعد التوقف. عندنا إن شاء الله يوم السبت مباراة مع الطيران، بعديها كاس مصر يوم الثلاث، بعديها يوم الخميس ماتش الظهور، بعديها ماتش السبت اصحاب الجياد. فحوالي خمس ماتشات او ست ماتشات مضغوطين جدا. فبالنهارده بدايه المباريات دي حملنا شويه، يعني درجنا الحمل على اساس ان احنا نقدر نخش الخمس مباريات. الحمد لله للطلب من اللعيبه اتعمل، وفي بعض اللعيبه كتير مش هتشاركش النهارده، هتشترك في الماتشات بتاعت بعد بكره باذن الله. بامر الله انا شايف ان احنا ماشيين في بايد ثابته ورجل ثابته على الملاعب كلها، ماشيينها بتدريج كويس وربنا يكرم ان شاء الله. احنا لغايه دلوقتي اول، احنا كان عندنا فتره توقف الفتره اللي فاتت، كنا برضو بنيجي التمرين وكنا بنتمرن بطريقه كويسه يعني، وكنا شغالين يعني كويس يعني كهاند بول، وفتره اعداد برضو كنا شغالين كويس. كابتن ياسر على طول يعني اهم حاجه بيركز معانا على الدفاع، وبيركز معانا ان احنا لازم نطلع من الماتشات بسكور كبير، وان احنا ما ينفعش ننزل ولا نتهاون في اي ماتش. الماتش طبعا مش اجمل ماتش، من النصر مش من الفرق اللي بينافسوا على الدوري، بس احنا بندخل كل ماتش بنفس القوه، عشان ما ينفعش نستهون بفرقه ضعيفه او فرقه قويه، عشان احنا بنلعب على الدوري، فما ينفعش نستهون بفرق برضه حتى لو مستواها. في الاول الماتش كان ماشي اللي هو لسه اول ماتش في الدوري، فلسه بندخل واحده واحده، بعد كده الحمد لله في شوط ثاني فرقنا سكور الحمد لله.